أخبار اليوم نشرة الأخبار. أهلا بكم. إسماعيل وستة وزراء يناقشون خطة ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين. ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة الدائم اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور وزراء التخطيط والإسكان والسياحة والاستثمار والصناعة والبترول. وناقش الاجتماع بحث توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات العاجلة. وناقش الاجتماع بحث توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات العاجلة لتعويض العجز في الموازنة العامة للدولة، وكذلك متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بالمؤتمر الاقتصادي الذي انعقد في شرم الشيخ مارس الماضي. كما ناقشت المجموعة الاقتصادية أيضا إجراءات الحكومة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفد روسي رفيع المستوى يتفقد الحالة الأمنية بمطار الغردقة الدولي. أكد مصدر بمطار الغردقة الدولي أن وفدا أمنيا روسيا رفيع المستوى وصل اليوم إلى المطار لتفقد الحالة الأمنية ومتابعة الإجراءات المتبعة، حيث عقد الوفد اجتماعا مع اللواء صادق الشورى مدير مطار الغردقة، ثم قاموا بتفقد جميع أرجاء المطار وصالات الوصول والسفر وأجهزة الكشف بالأشعة. وزير الدفاع يبحث مع وزير البحرية الأمريكية دعم العلاقات العسكرية المشتركة. أجرى وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدق صبحي مباحثات مع وزير البحرية الأمريكية ريموند مايوس والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا. تناولت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري والتدريب وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. أبو مازن للإمام الأكبر نقدر دعم الأزهر للقضية الفلسطينية. أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن تقديره لدعم الأزهر الشريف للقضية الفلسطينية ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في ظل الأحداث الجارية التي تعيشها فلسطين. جاء ذلك خلال استقبال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لبحث تطورات الواقع الفلسطيني. واستعرض الرئيس الفلسطيني الوضع الحالي في مدينة القدس المحتلة والانتهاكات التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني. وإلى نشرة الأحوال الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس الثلاثاء خريفي معتدل على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على المحافظات الساحلية، بارد على محافظات الصعيد وسيناء خلال ساعات النهار، وبارد ليلا على كافة أنحاء الجمهورية. دمتم في أمان الله.